السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة التربية الإسلامية للمستوى أولى إعدادي، مكون التزكية، الدرس العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. على بركة الله. العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. أهداف الدرس: أتعرف أسس العقيدة الصحيحة، أدرك بعض مظاهر العقائد الفاسدة وأسبابها، أستشعر خطورة العقائد الفاسدة على حياة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخرة، أتأمل الوضعية وأتساءل في الوقت الذي يعكف فيه محمد على تحضير دروسه وتمارينه لاجتياز الاختبار، انشغل صديقه باسو في البحث في المواقع الإلكترونية المخصصة لقراءة الأبراج وكشف الطالع لمعرفة مستقبله الدراسي، وفجأة صاح فرحا: سأنجح في الامتحان. هذا ما قاله العراف في هذا الموقع الإلكتروني بعد أن زودته بمعلوماتي وبياناتي الشخصية. تأسف محمد لحال صديقه وخاطبه قائلا: إن النجاح يكون بالعمل، وإن الغيب لا يعلمه إلا الله. ما رأيك في صنيع كل من محمد وصديقه باسو؟ رأيي موافق لمحمد ومخالف لباسو الذي تسيطر على أفكاره، كلام العرافين ومعتقداتهم. أعيد: رأيي موافق لمحمد ومخالف لباسو الذي يسيطر على أفكاره، كلام العرافين ومعتقداتهم. على ماذا يدل اعتماد باسو على أقوال الكهنة والعرافين؟ يدل اعتماد باسو على أقوال الكهنة والعرافين على أنه بعيد كل البعد عن العقيدة الصحيحة ومتشبث بالمعتقدات الفاسدة. ما التصرف السليم الذي يوصلنا إلى مقاصدنا في ضوء العقيدة الإسلامية؟ التصرف السليم الذي يوصلنا إلى مقاصدنا في ضوء العقيدة الإسلامية هو نفس تصرف محمد، الاعتقاد الصحيح بأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أسمع وأقرأ. قال الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سورة قاف الآيتان 2 و3. عن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي. أستعين بمعجم السور ومعجم الأعلام في نهاية كتابي لأعرف بسورة يونس لأتعرف نبذة مختصرة عن الإمام الترمذي. الجواب: التعريف بسورة يونس. سورة يونس مكية ما عدا الآيات 40، 94، 95 و96 فمدنية. عدد آياتها 109 آية، ترتيبها 10 في المصحف الشريف. نزلت بعد سورة الإسراء، سميت بهذا الاسم لذكر قصة نبي الله يونس عليه السلام فيها، تعنى بأصول العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله والكتب والرسل والبعث. التعريف بعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن. ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعة العلم، وتوفي سنة 68 هجرية. أعيد: عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وفقهها وإمام التفسير وترجمان القرآن. ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعة العلم، توفي سنة 68 هجرية. ثالثا، التعريف بالإمام الترمذي. الإمام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ولد في ترمذ وهي مدينة جنوب أوزبكستان سنة 209 هجرية. كان من خواص تلامذة البخاري،
شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة وبالديانة والورع، ويعتبر سنن الترمذي أو جامع الترمذي هو أشهر مؤلفاته، وتوفي في 13 رجب 279 هجرية في بلدة ترمذ. شرح المفردات والعبارات: ولا تدعو ولا تطلب ولا تعبد أحدا من دون الله، ينفعك يجلب لك المصلحة، لا يضرك، لا يضرك بمنع خير عنك ولا بإنزال شر بك، احفظ الله، اتق الله بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، يحفظك يصونك في الدنيا والآخرة، تجده تجاهك، تجده بمعيتك، رفعت الأقلام، انتهت من كتابة الأقدار. رجع بعيد، استحالة الرجوع إلى الحياة، العقيدة، الإيمان بالشيء والتصديق به دون شك، احفظ الله، اتق الله بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، تجده تجاهك، تجده بمعيتك، رفعت الأقلام، انتهت من كتابة أقدار الخلائق. ثانيا، مضامين النصوص الأساسية. أولا، النهي عن التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل لأنه هو القادر على دفع الضرر وجلب الخير. أعيد، النهي عن التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل لأنه هو القادر على دفع الضرر وجلب الخير. ثانيا، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس ببعض أصول العقيدة الصحيحة. أعيد، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس ببعض أصول العقيدة الصحيحة. أتعرف مضامين النصوص. ما الذي ينهانا الله تعالى عنه في الآية الكريمة؟ الذي ينهانا الله عنه تعالى في الآية الكريمة هو التوجه بالدعاء لغيره عز وجل لأنه هو القادر على دفع الضرر وجلب الخير. أعيد، الذي ينهانا الله تعالى عنه في الآية الكريمة هو الدعاء لغيره عز وجل لأنه هو القادر على دفع الضرر وجلب الخير. ثانيا، بماذا وصف الله تعالى من ارتكب تلك المخالفة؟ وصف الله تعالى من ارتكب تلك المخالفة بالكافر. ثالثا، استخرج من نص الحديث الأفعال الدالة على صحة العقيدة. حفظ الله، سؤال الله، والاستعانة بالله. أن أستعين بالله، أحفظ الله، وأسأل الله. المحور الأول، العقيدة الصحيحة وآثارها. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله المحور الأول، العقيدة الصحيحة وآثارها. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم. ويتضح من هذا الحديث أن هذه الأصول الستة تشكل أسس العقيدة الصحيحة، ويتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى، وتتجلى آثارها في التحرر من سيطرة المخلوقات، الإطمئنان النفسي، شعور المؤمن بالعزة والقوة المعنوية، التحرر من سيطرة المخلوقات، والاقتناع بأن الشرك إدلال للإنسان وانتقاص من كرامته. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، سورة يونس الآية 106. الإطمئنان النفسي، فلا يجد الخوف منفذا إلى الإنسان فيطمئن على رزقه وعلى أهله وأولاده، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى متكفل برزقه وعليه أن يسعى لتحصيله بالعمل. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، سورة يونس الآية 107. شعور المؤمن بالعزة والقوة المعنوية، لأن نفسه راضية بقدر الله وواثقة به سبحانه ومتوكلة عليه وصابرة على ابتلائه، فكلما ألمت به مصيبة أو حلت به جدة رفض اللجوء إلى الخلق
واتجه إلى الخالق تعالى سائلا العون والتوفيق والفرج. القيام بأعمال البر والإحسان والخير وكل ما ينفع الناس من إيثار وتضحية ومراقبة للنفس. أجيب لأستخلص وأعرف العقيدة الصحيحة. مفهوم العقيدة الصحيحة: العقيدة لغة ما انعقد عليه القلب واستمسك به صاحبه، واصطلاحا التصديق القلبي اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته المصحوب بالعمل الصالح. ويطلق على الإيمان وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويعد منكر واحد من هذه الأركان كافرا بإجماع الأمة، والعقيدة هي الركن الأساسي في الدين، فإذا صلحت صلح الدين كله، وإذا فسدت فسد الدين كله. استخرج من المحور أسس العقيدة الصحيحة. أسس العقيدة الصحيحة وهي الأصول الستة، حيث تشكل أسس العقيدة الصحيحة، وهي أولا أن تؤمن بالله ملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أعيد، يعني استخرج من المحور أسس العقيدة الصحيحة. أسس العقيدة الصحيحة وهي الأصول الستة، والأصول الستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. استخرج ثلاث أنواع من السلوك دالة على صحة العقيدة. الإطمئنان النفسي، شعور المؤمن بالعزة والقوة المعنوية، القيام بأعمال البر والإحسان والخير. ثانيا، آثار العقيدة الصحيحة. إذا تشرب المؤمن عقيدة صافية ظهرت آثارها في سلوكاته، منها التحرر من سيطرة المخلوقات لأن الشرك إدلال وتحقير للنفس. الإطمئنان النفسي لأن المؤمن يعلم أن الله تعالى تكفل برزقه ولن يصبه شيء إلا بإذنه، فيشكر الله على نعمه ويصبر على ما أصابه. الشعور بالعزة والقوة المعنوية، ذلك أنه يعتمد على الله تعالى المالك والقادر على كل شيء، فلا يخشى الصعاب ولا تؤثر فيه المحن. القيام بأعمال الخير، وأولها إصلاح القلب بالإخلاص لله تعالى وطهارته من الغش والحسد والبغض، وثانيها إصلاح أعمال الجوارح، ومن ذلك إرشاد الناس إلى عبادة الله وحده وفعل الخير وطاعة الله تعالى. المحور الثاني، العقائد الفاسدة، مفهومها، أسبابها، مظاهرها، طرق علاجها. أولا سوف نتعرف على مفهوم العقائد الفاسدة. العقائد الفاسدة تعرفها: هي كل اعتقاد أو سلوك منحرف مخالف للهدي الإسلامي، وسميت فاسدة لعدم انسجامها مع الفطرة السليمة والعقل الصحيح. أعيد، العقائد الفاسدة. العقائد الفاسدة هي كل اعتقاد أو سلوك منحرف مخالف للهدي الإسلامي، وسميت فاسدة لعدم انسجامها مع الفطرة السليمة والعقل الصحيح. ثانيا، أسباب انتشارها: جهل الناس بأمور دينهم، التقليد الأعمى وتعطيل العقل، اتباع الظن والهوى، الصحبة السيئة، التعصب لما كان عليه الآباء. أعيد، أسباب انتشار العقيدة الفاسدة: جهل الناس بأمور دينهم، التقليد الأعمى وتعطيل العقل، اتباع الظن والهوى، الصحبة السيئة، التعصب لما كان عليه الآباء. ثالثا، مظاهر العقائد الفاسدة: الشرك بالله، الحلف بغير الله وغيره. الشرك بالله وهو عبادة آلهة غير الله وبإشراكها معه سبحانه في العبادة، التمسح والطوائف بالقبور، الذبح لها، دعاء لغير الله. الحلف بغير الله كالحلف بالنبي، الكعبة والصالحين. الذهاب عند السحرة والمشعوذين والعرافين لقضاء الحوائج أو لحل المشكلات أو الاطلاع على المستقبل. التطير أو التشاؤم وهو أن تعتقد في شيء أنه يجلب النحس، إنسان أو حيوان أو لون أو رقم أو يوم. رابعا، آثار العقيدة الفاسدة. آثار العقيدة الفاسدة كثيرة وكلها فاسدة، من بينها انتشار الخرافة بين الناس، إهانة الإنسان والحط من قدره، إضاعة الجهد والمال، استغلال الجهال وضعاف النفوس. خامسا، طرق علاج العقائد الفاسدة.
الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ونبذ ما سواهما، حضور مجالس أهل العلم، مصاحبة الأخيار والصالحين، مناصحة الغافلين والجهلة. أعيد، طرق علاج العقائد الفاسدة لدينا الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ونبذ ما سواهما، حضور مجالس أهل العلم، مصاحبة الأخيار والصالحين، مناصحة الغافلين والجهلة. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا يسعني إلا أن أطلب منكم الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع.